السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة شيوات الميمة. اليوم إن شاء الله نقدم لكم كيك لذيذ بزاف، كيجي رائع، الشكل ديالو زوين بزاف ومذاق ديالو كذلك روعة. بقاو معنا وشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير اللي غنحتاجو ليكم، غنحتاجو 120 غرام ديال السكر، بيضة، 60 غرام ديال الزيت، قشور ديال الليمونة حامضة، 10 غرام ديال الخميرة الكيماوية، 120 غرام ديال الحليب، وعندي هنا 3 أبيض بيض، و 180 غرام ديال الدقيق. تنجيبو إناء فاش نخلطو الكيك ديالنا، تنضعو فيه بيضة، أبيض البيض، ونبداو نطربو هاد الأبيض البيض مع البيضة اللي دفنا. بالتالي نضيفو السكر، بالتالي نضيفو الحليب، الزيت، ونضيفو القشور ديال الليمون. دابا غنبدا نضيفو الدقيق شويه بشويه. زائد الخميرة الكيماوية، هو القوام ديال الكيك ديالنا هو هذا. تنجيبو هنايا مول ديال الكيك، فرشتيه في الأسفل الورق، ندخلو الكيك ديالنا الفرن كيطيب. وضع دابا الفران تيسخن، طيبو على درجة حرارة مهيلة حتى كيطيب لينا الكيك ديالنا، ونتلاقاو من بعد. دابا غنحضر الكريمة ديال الليمون. غنحتاج ليها 50 غرام ديال السكر، 15 غرام ديال النشا، قشور الليمونة حامضة، جوج أصفار بيض، زائد عصير الليمون 50 غرام، زائد 100 غرام ديال الماء. غنخلط هاد المكونات كاملة مع بعضها مزيان، ونردها فوق النار على نار مهيلة حتى كتعقد، ونتلاقاو من بعد. Thank you.
هو الكيك ديالنا في الشكل النهائي، بعد ما تندخلو الثلاجة تيبرد مزيان تنقدموه بالصحة والعافية. كنتمنى الفكرة ديال اليوم تنال الإعجاب ديالكم وتجربوها. لا عجبكم هاد الفيديو هذا عملوا لايك، بارطاجيو الفيديو مع عائلتكم وأصدقاء، أو للقاء مع وصفة جديدة.